السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احس بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول ما استنيتش تسمع والله. ازيك يا حبيب قلبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نادي الدكتور جاي لكم تحدي جديد وربي يعجب. وتعبت معاه فيه على فكره صح؟ يلا يا حبايب قلبي بصوا احنا معانا غيرت الموضوع عشان ما ينفعش ارد. ليه ما تجيبش معاكي؟ كان بيشوف بيوطي لي النار ويبص على ومقلب البطه ومحمرها. محمر. بص احنا معانا بطه كده. الراجل حقه مهضوم، حقه متاكل في الاسره المصريه. معلش صح؟ اه صح. اهو لسه بادئين والله يا وليد. يا ابن نونا والله. يلا الحمد لله. قالب. بصوا حاطين ايه بقى؟ فلفل ورق عنب وكوسه وبتنجان. شايفين؟ بصي تسويتي. حاطين ورق عنب. ياه تسويت. هي تخسرنا في الورق. انا مش حاطه له كوسه وقال لي ورق العنب ومكتره الباذنجان. بجد؟ لكن انا مكتره عندي ورق العنب ومكتره عندي الكوسه. انا هقلب بطريقه ثانيه. ايوه كده اهو. بسم الله. انت لسه ما قلتش ثلاثه. هي واحده بالراحه. انت بتشيل بايه ده؟ بذكاء قوي. ايوه ايوه شايفين. دي الفرقه بتاعت ورق العنب اللي انا حاطاه. هات الحله حطي فيها دول بقى عشان انا كنت حاطاهم تحت دول. استني بس عشان انا اوريهم الصينيه الجباره دي. خد بقى. بس يا ستي وريهم بقى الصينيه. الله طعمه جميل قوي. بص المحشي اصلا شكله عامل ازاي. تسلم ايدي وحيت عينيا. لا تسلم ايدي. نعمل كده بس عشان ايه؟ انا حاطه محشي هنا على النار وخايفه ايه؟ يا خريبي قلب لي كده. بسم الله بسم الله. قلبي مره واحده على طول. يا بنت كسرت البطايه. لازم بشويش عشان تطلع مرتبه. ما هي هتطلع على طول ان شاء الله. ايوه ايوه ايوه. ما هو لازم يوقع. هو يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا. طب يلا عشان انا مش قادر. طب يلا اهو. عجباني قوي البطه الجمال. دي البطه دي كانت تايهه ولا ايه؟ والله العظيم انا بدور عليها من رمضان البطه دي ولقيتها في الفريزر. وكان عندي خلطه ورحت جايبه 2 كيلو بتنجان ورحت جايبه نص ورق عنب. والله قلت والله انا عاملاهم. يلا رحت جبت ورحت عملتهم والله النهارده اما لقيت البطه. البط البلدي فعلا يا جماعه طعمه بيفرق. لازم تعمل كده. البط البلدي طعمه مختلف جدا. هناكل ورق عنب عشان هو اللي بيرد. بسم الله. يلا ورق عنب بيزز قوي. انا مكتره عندي ورق العنب ومقلله عند احمد بس مكتره بتنجان ومش حاطه له كوسه. حاطه عندنا كوسه. وانا اسفه اسفه لو في صوت مروحه. والله العظيم جربنا نقفلها من غير المروحه ما قدرناش اصلا من غير ما نفضي المحشي وناكل المحشي فقلنا لا. تسلمي لي. محشي مظبوط قوي. مظبوط قوي 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 بجد مش بهزر. اخونا قوي قوي قوي. وحتى الحرقان مش محرقه قوي. معدتي النهارده كانت بتتفرتك وشربت كوبايه ليمون وحديد وبعيد. حسين بيقول انا عاملها لك بايدي. ده تحفه بجد. وعايز استنى يبرد شويه. انا راس البطايه ديت عيني فيها قوي. عليها شويه شوي حلوين. عليها شويه شوي حلوين. ناكل بقى احسن. اديني حق. انا مديهولك اهو. في حد بياكلك المحشي ده؟ اه. اكتر من كده عايز ايه؟ كنت عاوز اعمل فيها مقلب امبارح بس انا اللي نمت بصراحه. ده يعمل مقلب. احمد بينام اكتر ما بيصحى. على فكره انت مضيعه حق خالص. انا بقول الصراحه على فكره ما بحبش اكل. ثانية واحدة.
ولا اعمل ايه فيهم؟ يقول لي بس هروح فين طيب؟ هروح فين؟ اقفش من البيت اهيك. المشكله اللي بتضايق اللي هم قاعدين مثلا ساكتين بقالهم ساعه والله ما بسمعش صوتهم. لما نيجي بس نبدا الليله فاتت سمير كان قاعد قدام التلفزيون اسامي بيتكلموا وما بتردش عليك. قول ما بدانا طلع الحاجه سلمى تفضل. البص اللي خلت تحضر انا هاكل الصدر وانت بقى شوف انت عايز تاكل الصدر. هتاكل الصدر؟ اه. طب اسمي تبع تبع الجيم. بس انا بقى اسعى كل فين. لا ما هي سخنه مولعه. بصوا يا جماعه بصوا انا بجد بجد مش بهزر قليل اول ما بشوف بطه زي كده. بصوا الجلد بتاعها في وسط مين ازاي؟ جاينا من بلد دي. ايوه ده اخد جلد البطه دلوقتي من بلد الجيل تحفه. بصوا لحمتها دايبه بجد. لا وطعمها باين قوي. تسلم. وراح عشان مولعه. انشيك حته النهارده مولع. بس هنعمل ايه؟ لا المحشي مظبوط قوي. الصفنيه طبعا ورق العنب مش تبعي. ايه؟ ورق العنب مش تبعي. ماليش دعوة. لما اكلتش مش خلصت مش هتنسحب خلاص. هتنسحب؟ اما بتتفرجوا علينا احنا بناكل كده بنسيبوها تتفتح بجد. انا اهو انا بعمل تحديات بس لازم من الصبح والله اقعد ابص على الناس اللي بتعمل اكل. وبالذات اللي هم بتوع شرق اسيا والكلام ده. اللي بياكلوا الصراصير؟ لا ما في جيش. تحب تتفرج عليهم؟ النهارده كان ربنا موفق في الاكل قوي. والله العظيم. ما خدش وقت. بفتح الفريزر ادور على اي حاجه اعملها النهارده لقيت البطايه وانا قاعده شهر ادور عليها مش لاقياها. البطايه دي كانت هتعمل مشكله جامده اساسا. واحمد فضل للدرج فضل للدرج دور عليها وانا ادور عليها مش لاقياها ولا الدراجه القديمه فديت الفريزر بتاعها. البطه راحت فين اختفيت؟ اخش في الفيديوهات الاقي نفسي عامله بطه واحده. البطه الثانيه والله البطه دي كانت هتعمل مشكله كبيره كانت هتتروش تقول لي البطه اختفت ورجعت تاني. البطة راحت فين يا جدعان؟ فالحمد لله رجعت لي البطة وانا كنت بدور على بنيه لقيت. كنا هننادي عليها في الجامع. رحت قايله ايه وعندي خلطه. قلت والله انا لسه جايبه ورق عنب وجايبه بتنجان. جبت بتنجان ورحت جايبه ورق عنب. خلاص انت عندك ورق عنب بحب. ورق عنب مش تبعي. يبقى البتنجان كمان مش تبعي. انا كنت ورق عنب. المهم عايزه اقول لكم حاجه. النهارده عمال اكل وكلت كتير على فكره مش عارف مش عارف اشبع. مش عارف تشبع ليه؟ مش عارف. كل الجنحه وانت بتحب الجنحه. هقول لكم على حاجه. خدوا بالكم من ايه؟ من ولادكم. في ايه؟ خدوا بالكم من نفسكم برضه. دلوقتي الحاجه الجديده اللي نازله في الخطف بيعملوا ايه؟ لما ماشيين جنبك وتدبسوا يروحوا شاكينك. والله العظيم يغمى عليكي ويا بنتي ويا اختي مش عارف ايه وياخدوكي وكانك تبعها. بصي دي هو كده ده على طول اي حاجه تتكلمي فيها بيضحك مع ان قدر الله ممكن تحصل مع اقرب الناس لينا. ربنا يسترها. بس هو ده بايه بيضحك؟ هو المشكله بس الحاجه اللي بتتعرف خلاص بيغيروها. طب لسه دي معموله جديد بتاع الحقنه دي. انا بقول لك واحد في المترو شط واحد جنب وراح وقع ايه بيقول لك في ثواني تروح نايم. عمل نفسه يعرفه كده. اخويا وبعدين راح قالوا ايه؟ لقوا الواد يعني بعديها مرمي متاخد عينيه ومتاخد الكليتين. بس والنبي في ايه؟ والله العظيم. بس. ايه بس ايه؟ بس عشان بتضايق والله من الكلام ده قوي. بتضايق؟ انا بوعي الناس. بس ما تكمليش التفاصيل قوي بتاع العينين والرجلين والكلام ده.
ماشي. عصام تتعب والله. معلش يا حبيبي انت كنت بتضحك دلوقتي. انا كنت بضحك على الشكه. شكه؟ ما هي شكه. هما بيشكوا الشكه. شكي شكه. نمومه. كلي كلي عشان اكسبك. ما انا كسبت انا كمان. انا فاضل لي الفلفلايه. اسم الله. ورق العنب اللي جنبك ده ايه؟ طب احكموا انتوا مين اللي كسب؟ انا ولا أنا صعب اقول انا وانت عارفه. لا مش عارفه بتاكله. ايه بس ما تقدرش تاكل منه كميه. لو كنت بدلتهم بالباذنجان كنت كلتهم. طب خد الباذنجان اللي عندك. الباذنجان ال مش كلهم عشان انت عندك ورق عنب كتير برضه. انت عندك 7 صوابع. صغننين. هو انت مش ناوي تقول اني اتسحبت؟ انا مش عارف اوصف لكم ازاي طعم البطايه دي، بجد مش بهزر. وكمان كانت بطايه تايهه. طعمها تحفه. ايوه بطايه يا بنت التايهه. بط عراقي. انا مش قادره. سحبي. بصوا يا جماعه مش بهزر بقى. بصوا الحته دي. الله اكبر الله اكبر. وريهم الحته خد. دي قصدك على دي؟ بصوا ال العظم بتاعها كله ايه؟ خد. خلاص. الله اكبر الله اكبر. بصوا عشان ما نطولش. وجعنا لكم بعد الأدية. بصوا بطاية دايبة بصوا. راسي يا حمد انت بتتكلم ما بتفتش كده مع البطالة. لا اصل عجباني قوي بصراحة بأمانة يعني. هو كده. عارفين بقى لو في حاجة مش حلوة تلاقوا قاعد حاطط وش في وش السنة الجاية ومتكلم. يعني لا إله إلا الله. طب بنعمل إيه يا جدعان؟ أها. ليه؟ الخضرة اللي دخلت دي مع الأكل تمص الدهون اللي انا دخلتها في الاكله دي. بس الاكله دي كانت وحشانة قوي. لا بس انا كده مش قادر خلاص. خدي بقيه ال بس بيلي بقيه ال الجنح ده ولا مش عارف ورك ولا ايه. انا هسيب لك البصه كلها. كلها لو عايز. لا ده بيت جامد. عجبني الاكل جدا تسلم ايدك. بالله انا والشفا. اه يلا. يلا بقى عشان تنام وتلحق. لا يلا عشان تسامحيني. هو ايه ده وانت اللي انسحبت؟ انا مش قادر والله. ايه ده انت انسحبتي؟ لا خلاص انا ما انسحبتش. لا انا باكل خضره بقى خضره تحدي. انت بتشتغليني؟ لا والله انا كنت باكل خضره عادي. انت اللي قلت انا مش قادر. لا انا اكلت قفلت قفلت والشوال اللي احنا وقفنا فيهم ساعه الاذان ده وسلمى قعدت تتنطط شويه فخلاص. يعني انت انسحبت؟ اه الحمد لله. انسحب. طيب. انا بهديك حاجه انت بتقرف منها عشان انا بحبك الحق تقرف. طب ليه انا اكلت ما تخليش الواحد يرجع؟ رجع رجع وكلتين اكل حبه بصل كده من قلب البطه. هو ما بيحبش الحاجه اللي بتلز والبصل ده طري بيلز كده في البوق. قولي تحت ايدك هي فيها حبان؟ لا مش هحط لك حبان دلوقتي. فيها حبان والله؟ لا بامانه. لا يلا بس. لا بص هتخليني ارجع حرام يعني حرام ليه الواحد لسه واكل ما رجع. احمد مش هترجع عشان الناس اللي تقول لي انت ظلمت احمد ومش عارف ايه وانت برده الفيديو اللي فات قلت له فريلا اللي اكلت اكتر يا احمد والمفروض هي اللي كسبت لما عمل البيضه الممشاشه عارفينها. شفت انا مش هعمل فيديو بس مش هعمل معاه مقلب قوي النهارده عشان انا مستعجله وعايزه انزل بس لا فيها حبان. ها الفيديو فيها حبان. يلا افتح بقى كمان ما فيهاش حاجه. يلا هيورس تحت بقي خليني ارجع. لا ما ترجعش. لا حالي فرجع ما ترجعش. طب وريه بس اللي تحت صباعي. يا ربي اللي تحت صباعي بصل. يلا هوبا. لو في حبان هنكد عليك. كنت هنكد. انا صراحه بنكد على 10. طب على الله تبقى فيها حبان. افتح بقك. يلا. انا بقول لك وبحذرك والله تاني مره عشان هتنرفز والله. داخله بقي مين دي؟ يلا. انت عارف انا ممضغ بضمير والله الحبان انا جت في بقي يا لهوي عمال يتكلم لحد ما بتاع بخر في ايدي. طب ماشي هات يا سيدي. بقي مين دي يا تام يا جمال. يلا اشرب حبان.
في الحمام. ما ترجعش المحشي عشان ما فيش محشي تاني. ده حبها لنا صغنون قد كده اهو، قد كده اهو. انا هقعده لك بقى تاني، تعالى تعالى يلا عشان هقعده لك تاني. خلاص سفر بجد، خلاص عشان انا قلت لك وانت قلت ما فيش حبه اهي. الحته تنضيفه قد كده، واحده قد كده اهو. انتوا عاجبكم لما كسر عليا البيضه ودهوني؟ والله قلت بالله العظيم انا قعدت شم زفره في الشقه لحد ما بعت سمير، فضلت امسح في الشقه واعمل وفي الحمام واغسل ازاي اللي كنت لابساه لحد ما بعت سمير جاب لي فنيك وبقى وجاب لي معطر. والله العظيم ما عرفتش انا ايه. صح يعني حبهان عاديه، حاجه عاديه سهله مش عشان مش تكسر عليا بالتين ولا تعمل حاجه فيا زي دي كده. هو اللي منسحب عشان ما تقولش فيا، انا كنت واقفه، انا كنت واقفه صح منسحبه بس ما قلتلهوش، وقعد باكل، كنت باكل خضره. هو جه قال لي ايه؟ جه قال لي انا انسحبت انا مش قادره اكل تاني. ايه ده؟ لا لا خلاص، انت اللي قلت وانا قلت لك وخلاص خلصت. يلا يا حبايب قلبي. والله انا كنت شاكك، يا دوب اتقطمت والله العظيم، نفسي بتموع قوي 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 من حاجه بعرف منها. الله يبارك فيها. ماشي. انا بعرف برضه من حبان جدا، في ناس بعرفها بتقرقشوا كده. يلا يا حبايب قلبي حطوا لنا لايك حلو، لايك جميل، ربنا يخليكم لينا. شكرا جدا جدا على دعمكم لينا ووفقكم معانا. امتى اشوف 5000 لايك بقى؟ احنا كنا بنموت على ال 100000، دلوقتي بقى وصلوا لنا ال 5000 لايك. انتوا حبايبنا واخواتنا. وتابعوا شطاره، والله هتعجبكم جدا جدا جدا. شطاره. نزلت لهم الخلطه الصفراء؟ والله ما نسيت. ماشي. جربوها يا جماعه. نزلت لكم الخلطه الصفراء. جربوها والله اتاخر بكره عشان تعرفوا بجد. والله العظيم اللي انا مش عشان في ناس ايه بتقول لك ده بيبالغ والاكل، والله العظيم الاكل لو مش عاجبني انا موضوع فضح جدا في موضوع الاكل. هو في كل حاجه. لو حد غريب حتى والله اكلت عنده والاكل ما عجبنيش استحاله اكل عنده تاني. بيبان عليه اصلا. بيبان على وشه. استحاله. استحاله اكل عنده تاني. وممكن اسامه ما اكملش الاكل وانزل، انا هنزل اجيب حاجه من بره كده يعني. كده يعني انا سايبه محشي يا عم شكله وتشوط ايش. انا شايفه مريحته. يلا يلا ربي يكون بيدعك. حلو لايك جميل، ربنا يخليكم لينا. يلا يا حبايب قلبي. يلا سلام.